أنا من النجف الأشرف. يلا بمدينة أمير المؤمنين. رحم الله والديك. شلون النجف؟ والله النجف زينة، بس إحنا يعني نشكو من هواية قضايا. خدمات سيئة عندكم يقول لك. عندنا نشكو مو بس من النجف، نشكو بكل الطرق، يعني طرق ما عندنا، جسور ما عندنا، ازدحامات. يعني احنا نطلب ما عندكم ازدحامات؟ لو عندكم عندنا ازدحامات بالنجف، يعني حتى افضل محافظه عندنا هسه كربلاء. كربلاء افضل محافظه. كربلاء تمدح بالعمل في كربلاء. افضل محافظه هي كربلاء عندنا. النجف تقريبا لا باعمار ولا ب يعني محافظه كربلاء دي يشتغل هاي بنظر يشتغل الناس. بغداد ولا كأن تقول العاصمة بغداد، مع احترامات للكاظم الجواد. بغداد 6000 وزير بيها. 6000 وزير بيها، وأطب لما أوصل للكاظم عليه السلام طرق وجسور ماكو، كلها طسات. أبد قلنا كل شيء راح يتوفر الخير. والآن كل شيء ماكو، صفر تحت الصفر. أنا يعني أنا واحد من الناس ترى ما استفادت من هاي الحكومة العراقية من بدت لحد هسه. ما استفادت كل شيء. تقصد من 2003 لحد اليوم؟ من 2003 لحد الآن. طبعا. ولا أريد فائدة إلي. بس اكو ناس فقراء، اكو ارامل، اكو نهله نهله بالفقير. صح. احنا نوصف هاي، غير هاي ما نوصف. سولف لي شارع ابو صخير بعد مفلش؟ شارع ابو صخير لحد الان مفلش، والزحامات نزل يمكن 10 كيلوات تراب احنا نمشي. اها. القرى والناس اكو ناس عجزه بيها ربو تراب، هذا يعني ما سولف لي شنو موضوع المخدرات بالنجف امانه؟ والله انا ما اعرف هاي، بس تشكي الناس من عندها. تشكي من المخدرات. تشكي من المخدرات. واي يعني واي يعني كثره صارت. شبابنا لازم يقضون عليها. لازم يقضون عليها، يعني هذا الدم دمر شبابنا، دمرت. اي لازم يقضون عليها. استهداف للنجف. اكو استهداف للنجف. للنجف بالمخدرات. بالضبط. هاي المعلومات اللي قاعد توصل. مضبوط. اكو استهداف. ويعني احنا شيء على شيء، يعني ما عندنا لا اعمار بالنجف. حسنت يومكم امير المؤمنين المفروض يا اخي يمنا امير المؤمنين. والله جوا امير المؤمنين طرق مفلش. صف الامام. صف الامام جوا الامام عن طريق البحر، وانا على قناتكم. ما شاء الله. وكل اللي يقول لك لا فضل ازدوا قناتكم انتم تشوفوا. صار يعني تقريبا صارت 3 سنوات مفلش، ما اصلا ما مصلحين. من باب الخجل من الامام شويه لازم يشتغلون. هذا بحر النجف لو عدنا غير دولة استخدموه كسياحة. أتصور طوله 650 كيلو متر مربع. مربع. ولا يعني لو غير دولة أسوي تسياح. في السعودية. إيه ماكو لا سياحة لا. والله مقلوبة بين النفايات القلوب. الطريق اللي عليه يطلع على معمل كار، يطلع على الرهيم، يطلع على مظلوم. مظلوم منطقة ناحية سوا وزعوا بها أراضي طابوا ماكو طرق بيها. تمام. أنا أشكرك. أنا أشكركم. شكرا. قناة الفلك القضائية. وأهلا وسهلا بكم. حياك الله. نعشيكم بأي فندق عليه. لا تضيفنا اليوم. إحنا نجنبين. رحم الله والديك. يبارك. صار الزحمة. صحة وعافية. رحم الله. هلا هلا. هاي الرسالة.